يعني قضية القضايا ومشكلة المشاكل، وزي ما قلنا لحضراتكم الزيادة السكانية هي الشبح اللي بيأكل أوجه التنمية. بقالنا 70 سنة بنحاول وما زالت المحاولات مستمرة. يمكن في 10 سنين اللي فاتت أو 15 سنة اللي فاتوا في انخفاض نسبي أو نجاح نسبي، لكن لسه الطريق طويل والتحدي أيضا قائم، وطريق خفض الزيادة السكانية مفروش بكتير من العقبات. فاسمحوا لنا نناقش قضية قديمة جديدة جديدة قديمة، وهي قضية الزيادة السكانية مرة أخرى. واسمحوا لنا نستقبل مع حضراتكم الدكتورة شادية ثابت، استشاري أمراض النساء والتوليد وعضو لجنة أيضا الصحة في مجلس النواب سابقا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم وبأسرة البرنامج والسادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيبة، نورتينا. حضرتك طيب، الصحة والسلامة. والدكتور صباح هاشم أيضا أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم ورئيس منتدى دراية للدراسات والتنمية. أهلا بحضرتك فندم منور ده. أهلا بحضرتك. لو بدأت معاك يا دكتورة شادية، ويعني هل نقدر نقول أنه في على الأقل تحسن نسبي في السنين اللي فاتوا؟ لا، هو أكيد حصل تحسن نسبي، ونزلت النسبة من 3.6 ل1.4 معدل النمو، وده فعلا حصل وعي عند الناس نفسهم. ويمكن دي الاسباب كتير، الاسباب الاقتصاديه اللي موجوده، التضخم اللي موجود، الناس بقى عندها وعي بالنسبه انها تخلي في مصاريف كتيره جدا مستنياها، فابتدى يبقى في وعي داخلي عند كل الناس. زائد ان حتى انا بقول حتى لو عندهم القدره الماديه، عندهم القدره لرعاية الأطفال، والأم والأب بيشتغلوا في معظم الأسر المصرية، يعني معظمهم بيشتغلوا. طب اللي عنده عيل واحد متبهدل بيه بين شغل الست وبين البيت. ففعلا بقى فيه وعي، فعلا في انخفاض معدل النمو، زي اللي ما قلت حضرتك ان معدل النمو العالي بياكل التنمية اللي موجودة، بنعمل تنمية. ولكن أنا ليا مقولة بقول أنا عندي خلاص عدد كبير، إحنا انفجرنا، يعني فعلا العدد كبير عشان المتوالية الهندسية بقت بتضاعف. أيوة، كل ما بتزيد يعني اللي عندي دول هوديه، زيادة كبيرة حتى لو المعدل بيقل. أنا عايز اللي عندي ده هوديه فين؟ أنا قلت يمكن في الحوار الوطني وقلت الكلام زي ده، إن أنا عايزة أحسن الخصائص السكانية بتاعت العدد اللي موجود والشباب، إن أنا أديله دورات انفورميشن تكنولوجي، ده المستقبل اي تي، ان انا ازود المدارس بتاعه التعليم المهني، وزكاه العقده المصريين الليسانس والبكالوريوس والدكتوراه، اعمل لهم ليسانس وبكالوريوس ودكتوراه في الايه، في التدريب المهني. يبقى انا فعلا حسنت الخصائص السكانيه وزودت الايدي العامله، حولت العدد الشباب اللي عندي. اولا مصر شابه، مصر 60% منها شباب. أيوه. غير اوروبا عواجيز كلهم. أيوه. لكن احنا من 30 سنه احنا عندنا 60% شباب. طب الشباب دي انا اعمل ايه؟ انا احسن الخصائص السكانيه بتاعتها، استفاد منها، اعلمها الحاجات اللي مطلوبه في المستقبل زي ما بيعملوا الصينيين، عرض وطلب، وبالتالي ان انا اقدر استفاد منهم يتحولوا الى ثروه بشريه. ما انا عندي عدد، اتحولوا لثروه بشريه بان انا احسن الخصائص زي ما قلت لحضرتك، بالانفورميشن تكنولوجي، باللغات، بالتدريب المهني، واعمل لهم ليسانس وبكالوريوس عشان يبقى معاه دكتوراه حتى في التدريب المهني. ولكن وقلت حاجه تانية، انا عايشه يعني كتبت الكلام ده في الحوار الوطني وقالوا جميل وخدوه، وطبعا حكايه ده الحاجات اللي انا ازود بيها الدخل. انا عندي عايشه على 7% من مساحه مصر 8%. طب ما انا عندي 92% 90%، انا وزع قطع على الشباب مش المستثمرين. الشباب القادر على انه يستزرع هذه الارض، واديله مده سنه ونص سنتين، اذا ما انتجتش منها سيبها. يبقى انا كده حضرتك بتتكلمي في اقتراحات قدمتيها اوريدي للحوار الوطني. انا بقول عندي عدد دلوقتي. انا كون ان انا اقلل معدل النمو ده ماشي، وده ماشي في الكلام اللي احنا ماشيين فيه كله، وقل انا عايزه بقى استفاد من العدد اللي موجود. لو استزرع ده كله طلع، هيبقى في عندي زراعة وتقوم عليها صناعات، ويبقى عندي عرض وطلب، والتضخم يقل. يعني لازم يبقى عندنا الأفكار دي، استفاد باللي موجود موازي
يعني نمشي بالتوازي، استفاد من الطاقة البشرية اللي عندي وحولها لثروة بشرية، مع ان انا كل مقومات اللي هي بتاعت خفض النمو زي الرائدات زي ما قلنا عليها، التنويهات التلفزيونية ايام الثمانينات كانت جايبة نتائج كويسة جدا. ما انا عايز افضل بحضرتك في النقطة دي.